اهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه المتابعه حيث ادى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاه عيد الاضحى المبارك مع قيادات وجنود القوات المسلحه بقياده القوات الجويه احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30 يونيو مشاهدينا تابعنا مع حضراتكم اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لصلاه عيد الاضحى المبارك عبر شاشه اكسترا نيوز كل عام وانتم دائما في خير وامن وامان ودائما تحيا مصر الى اللقاء